متابعينا الكرام، متابعي شبكة قدس الإخبارية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. هذه سلسلة بشرية طلابية لطلاب جامعة برزيت، نظمها القطب الطلابي في الجامعة تضامنا مع شهداء نوفمبر في شارع الآداب في الجامعة. إذن متابعينا، هذه على المسدس دم الشاهي من قداس، واطلع يا كامرنا وهل ضوي الكورة الأرضية، مخلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. دم الشهداء مش مرهول،
الحلول السلمية، فليصدق حسن الزيتون. هذا الشهيد وعمار مفلح قضى جراء جريمة احتلالية يوم أمس، تم إطلاق النار عليه وإعدامه بشكل مباشر في بلدة خوارة. مسيرات انطلقت في عدد من مدن الضفة احتجاجا على استشهاد هذا الشهيد البطل في بلدة خوارة والذي قتل بدم بارد يوم أمس. أيضا هذا الشهيد وهو حابس ريان من بلدة بالدقة قضى مدينة القدس أو شمال غرب مدينة القدس، والذي نفذ عملية دهس على حاجز بتعور، وهو أيضا محتجز جثمانه لدى الاحتلال. وأيضا هذا هو شهيد بلدة بتمر والذي استشهد برصاص الاحتلال في البلدة بعد مواجهات عنيفة مع الاحتلال. مفيد خليل واستشهد أيضا قبل يوم واحد من سقوط أو استشهاد الطالبين جواد وظافر رما، ومحمد السعدي أيضا أبو الأيمن وهو من مدينة جنين اختقى في اشتباك مسلح. أيضا هذا هو الشهيد رائد نعسان من بلدة المغير شرق مدينة رام الله أو شمال شرق مدينة رام الله، أيضا استشهد في مواجهات مع الاحتلال في البلدة في بلدة المغير. نعم الشهيد محمد حرز الله هو من مدينة نابلس وهو أحد أعضاء كتيبة عرين الأسود، استشهد بعد إصابته برصاص قناص إسرائيلي في البلدة القديمة. يوم استشهاد الشهداء عبود صبح و محمد العزيزي أصيب ونقل إلى عدة مستشفيات وأعلن عن استشهاده في المستشفى الاستشاري، هو 30 عاما من مدينة نابلس. أيضا هذا الشهيد هو عمار مفلح والذي قضى برصاص الاحتلال يوم أمس في بلدة حوارة في جريمة اغتيال بشعة نفذت أمام الملايين، كيف تم قتل الشهيد بدم بارد أمام الجميع. هو من بلدة أصرين شرق مدينة نابلس وسيتم تشييع هذا اليوم. عامر حلبي هو أيضا منفذ عملية في مدينة القدس ومحتجز جثمان لدى الاحتلال وهو طالب في جامعة بيرزيت. هذه الوقفة نذكر بأنها أقيمت من قبل القطب الطلابي في الجامعة. عدد كبير من الشهداء ارتقى في هذا الشهر شهر نوفمبر، استشهد عدد كبير من الشهداء. نعرج على هذا الشهيد وهو فاروق سلامة. فاروق سلامة هو من مدينة جنين وأحد قادة كتيبة جنين، استشهد في المدينة بعد قيام قوات خاصة بمحاصرته داخل الملحمة قبل عرسه بيوم واحد. تم اغتياله أيضا أثناء إعداده أو تجهيزه
أرسل في مدينة جنين، وهو أحد قادة الكتيبة، كتيبة جنين. بعد دخول القوات الخاصة واكتشافهم تبادل إطلاق النار مع الاحتلال واستشهد راني أبو علي، أيضا هو من مدينة طول كرم ويسكن في مدينة رام الله، أيضا نفذ عملية شرق مدينة رام الله وهو محتجز جثمانه في ثلاجات الاحتلال. إذن كما تشاهدون العديد من الشهداء، كل هؤلاء الشهداء سقطوا في شهر أو التقوا في شهر نوفمبر. هنا الجامعة، من جامعة بيرزيت جواد وظافر الرماوي الشقيقين اللذان استشهدا في بلدة كفر عين غرب مدينة رام الله. خلال الأيام القليلة الماضية 10 شهداء فقط خلال الأيام الماضية 10 شهداء برصاص الاحتلال. شاهد أيضا الشبيبة الطلابية وأيضا الكتلة الإسلامية تشاركان في هذه الوقفة، والتي دعت لها أو دعا لها القطب الطلابي في الجامعة. يعطيكم العافية جميعا يا أبناء جامعة الشهداء، هذا أقل الواجب نستطيع تقديمه لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم في سبيل تحرير هذا الوطن. ندعوكم يا أبناء جامعة بيرزيت لتعليق صور الشهداء في شارع الآداب هنا وتزيينه بصور الأكرم منا جميعا.